ماعز رضي الله عنه وأرضى هذا الصحابي الجليل الذي تاب توبة لو وزعت على أهل مكس لا وسعتهم، هو الذي جاد بنفسه لما نزل منه ما نزل من فعل الفاحشة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أن ماعز نتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يأتي للقاضي معترفا بذنبه، وإن ستر الله عليه ولم يفعل تاب الله عليه ولا شيء في ذلك. في رجل سأل الشيخ بن باز يقول: يا شيخ، لقد فعلت الفاحشة وأريد أن الآن يعني أن أعرض نفسي على القضاء. فالشيخ قال له: ستر الله عليك فتوب إلى الله. قال: يا شيخ، سآتي في رقبتك يوم القيامة. بكى هنا الشيخ، بكى هنا الشيخ رحمة الله عليه، وقال: قلت لك من تاب تاب الله تاب الله عليه. لأن النبي في النهاية قال لما الرجل اشتد به مع الرجم وجارة، قال: ليتهم تركوه، ليتهم إيش؟ ليتهم تركوه. من أخذ العلماء قالوا أنه لا يجب أن من ستر الله عليه أنه يروح إيش؟ أن يأتي بنفسه، والله عز وجل يستر على إن الله حي ستير يحب السترة.